اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي المجله السياحيه، مستمرين معاكم في الحديث عن دور التحول الرقمي والتكنولوجيا في قطاع السياحه على هامش الملتقى الاول للتحول الرقمي في القطاع الفندقي هوتيل تك بمشاركه شركات عالميه متخصصه في اداره الانظمه الالكترونيه. برحب بضيفنا دلوقتي استاذ عادل عبد المسيح خبير تكنولوجيا المعلومات تحديدا في القطاع السياحي. اهلا بحضرتك معانا استاذ عادل. اهلا بيك. طبعا احنا عارفين انه المؤتمر ده الحقيقه يعني خطوه مهمة جدا للحديث بشكل أوسع عن التكنولوجيا ودورها في تنمية قطاع السياحة، وإزاي نقدر في مصر نعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر في السياحة في الفترة القادمة. لو حضرتك تكلمنا عن المؤتمر، إزاي خطوة أولى في هذا الاتجاه؟ والحقيقة في شهر فبراير الماضي احنا بدأنا بمؤتمر أصغر من كده شوية في الغردقة. النهاردة احنا في القاهرة معانا حوالي حاجة و30 من سلاسل الفنادق المحلية مشاركين معنا في المؤتمر بشكل كامل، بيتفرجوا على التكنولوجيا او التوجهات الجديده في مجال التكنولوجيا. معانا ممثلين من شركات عالميه بيقدموا تطبيقات وحلول متطوره تساعد الفنادق في انها تقدر تستهدف حجوزات او مبيعات مباشره من خلال الموقع الالكتروني. معانا اكتر من طريقه او اكتر من حل. احد الحلول احنا معانا سيستم بتقدمه احد الشركات العالميه بيساعد الفندق في انه يبتدي يستهدف العملاء من خلال المنصات او الميتا سيرش انجنز اللي هي المنصات العالميه، ويقدر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطوره انه يستهدف العملاء ويبتدي يعمل دايركت سيلز للاوتيلات دي بشكل مباشر من خلال المنصات اللي انا وضحتها، والاوتيل يقدر يعمل الحجز وفي نفس الوقت تقدر تتم عمليه الدفع الالكتروني والتحصيل على الحساب الرسمي البنكي للاوتيل. ده بيساعد الفنادق في انها تزود حجم مبيعاتها، وطبعا الحجز لما بيتم من خلال المنصات الاونلاين بيبقى الافرج ريت بتاعه او متوسط الاسعار اعلى بكتير من انه يشتري من خلال تور اوبريتور او من خلال وكيل اجنبي. معانا حلول تانية كتيرة قوي زي الحلول اللي ليها علاقة بإدارة القنوات الرقمية أو الـ Channel Managers. إن أنا النهاردة كفندق عشان أبدأ أتواصل مع أكبر عدد من القنوات البيع الإلكترونية محتاج أدخل على حاجة اسمها الأكسترا نت أو على باك إند خاصة ببوكينج.com، إكسبيديا، بهوتيل بيتس، بتي بي أو. عدد القنوات اللي أنا بقولها دي بدأ في تزايد كبير، فإحنا النهاردة عندنا ما يزيد عن 1500 قناة بيع. فأنا لو أنا ما عنديش سيستم، فأنا دي كلها قنوات عالمية أو مواقع عالمية للحجز الإلكتروني. مظبوط. السيستم اللي احنا بنقدمه بيتيح للفندق انه يربط مع كل القنوات دي من خلال شاشة واحدة بس، فبيقلل نسبة الأخطاء وبيسرع السبريد بتاع الأسعار للفندق من خلال كل القنوات دي بطريقة سيملس سهلة جدا وبسيطة، وبيقلل نسبة الأخطاء. لأن أنا لو أنا بعمل التاسك دي مالتيبل تايمز كل مره، فوارد ان انا اغلط، احط ريت غلط، الافيلابيلتي يحصل فيها مشكله، لكن الشانل مانجر بيساعدني في ان انا ازود حجم المبيعات وازود فرصي في ان انا ابيع من خلال منصات مختلفه. لكن الحقيقه الموضوع اوسع من كده. احنا عندنا النهارده عالميا الافات من المواقع اللي ممكن نقدر نتواصل معاها ونربط معاها وتدينا فرص ان احنا نبيع بشكل مباشر ونعلي الافرج روم ريت اللي احنا بنبيع بيه. طيب استاذ عادل، يعني فرصنا في مصر ان احنا يكون عندنا منصه او موقع الكتروني بهذا الشكل زي الشركات العالميه بيروج للسياحه في مصر وبيروج للحجز الالكتروني في مصر، ده محتاج ايه؟ مصر سوق جبار، مصر فيها كل انواع السياحه اللي احنا عارفينها. مصر فيها سياحة ثقافية وفيها سياحة شاطئية وفيها سياحة علاجية وفيها سياحة رياضية ومؤتمرات ومهرجانات، فاحنا عندنا كل أنواع السياحة اللي ممكن أي ديستنيشن في العالم تحلم بيها. الفكرة من حيث بشكل نظري طبعا قبل التطبيق احنا محتاجين استثمار ضخم، لأنه المشكلة في البي تو سي بشكل عام أو في البيع بشكل مباشر للعملاء بيحتاج ميزانيات ضخمة للتسويق. لكن لو احنا بنتكلم على التكنولوجي وعلى التولز وعلى فرصنا كمصر، عندنا امكانيات غير طبيعيه ان احنا نعمل ده. كمان عندنا كوادر الحقيقه في التكنولوجيا والتحول الرقمي والانترنت يقدروا ان هم يطوروا ابلكيشنز مختلفه نقدر نعتمد عليها اكتر في قطاع جداً. السياحه احنا في مصر عندنا كاليبرز او كوادر مؤهله عندها معلومات جيده جدا، وزي ما قلت لحضرتك
مصر بلد غنية جدا، عندها التنوع الغير طبيعي اللي مش موجود في أي بلد في الدنيا. احنا عندنا الأقصر فيها ثلث آثار العالم، عندنا سياحة شاطئية في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وغيره، عندنا السياحة العلاجية في المناطق المختلفة، عندنا يعني مصر سوق منجم ذهب. بس احنا في الحقيقه لو احنا بنتكلم على توطين التكنولوجيا واستخدامها بشكل اكثر عمقا ان احنا نقدر نحقق ده موجود. استاذ عادل، واحنا بنتكلم عن التكنولوجيا ودورها في تنميه ودعم قطاع السياحه، مهم جدا نذكر التجربه السياحيه وازاي ممكن تنتشر وتنتقل عبر الوسائل التكنولوجيه المختلفه كنوع من الدعايه والترويج للسياحه، وده بشكل كبير كمان بيعتمد على التكنولوجيا. الحقيقه في عندنا ابلكيشنز كتيره قوي او تطبيقات مختلفه بنقدر نستعملها، زي ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن بيتيح للفندق او لمقدم الخدمه انه يبدا يعمل نوع من التواصل مع العميل خلال فتره اقامته. من خلال الموبايل ابلكيشن ده نقدر نعرف رايه، الفيدباك بتاعه، مستوى الخدمه، لو عنده ملاحظات، لو عنده تعليقات، بدل ما يروح على المنصات بتاعه الريفيوز ويعمل لنا فاير باك ويعمل لنا مشاكل كبيره جدا. التواصل مع العملاء بحيث ان احنا نبتدي نفهم ايه البريفرنس بتاعتهم، ايه احتياجاتهم، ايه اللي هم بيحبوه، ايه اللي هم مش بيحبوه. احنا عندنا الموبايل ابلكيشنز التكنولوجيز فيها بتتطور بشكل متسارع جدا. احنا عندنا حلول في المجال ده، وبالفعل بدأنا نطبق مع احد الشركات المحلية موبايل ابلكيشن يقدر كمان يشتغل معاهم على مستوى العضوية او ببرامج ادارة النقاط، بحيث انه العميل كل ما بينزل في الاوتيل بياخد بوينتس على كل اقامة، وفي الاخر خالص البوينتس دي بتبقى دافع ليه انه يحجز مره واثنين وثلاثه، فبيبقى لويال كاستمر او ريبيت كاستمر للفندق. ودي برضو من الحلول اللي احنا بنقدمها لعدد كبير من الفنادق محليا. الحته الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها حته البيمنت او التحصيل الالكتروني من خلال البيمنت جيت ويز للبنوك المصريه. احنا اشتغلنا مع كل البنوك في مصر تقريبا، بنقدر نعمل ربط كامل بحيث انه الحجز يتم والتحصيل يتم بشكل مباشر على حساب البنك، عشان تبقى داخل منظومة الشمول المالي زي ما اتجاهات الدولة الحالية. وفي نفس الوقت نقدر نسرع عملية الحجز ونقدر ندي بريفليج الكاستمر. دلوقتي قبل ما بيحجز بيبص على اكتر من مكان عشان يقارن وبيشوف احسن سعر. فالنهارده لو احنا بقى عندنا تولز تقدر تقول احنا سعرنا فين، احنا بنتباع فين بكام، فبرضو احنا احد الحاجات اللي بنقدمها ان احنا عندنا حاجه اسمها ريت شوبينج تولز. ريت شوبينج تولز دي بتخلي الفندق يبقى عنده شاشه او داشبورد تقول له انا سعري على الويب سايت بتاعي كام، ببيع عند بوكينج او بوكينج بيبيعني بكام، اكسبيديا بتبيعني بكام. فلو في حد بيحرق سعري او بيعمل لي مشكله في الماركت ببتدي اعمل له مونيتورنج وابدا اتكلم معاه عشان احمي اسعاري في السوق وعشان ابروتكت الكاستمرز بتوعي وعشان في نفس الوقت يبقى عندي ايدج. احيانا بعض الكاستمرز دلوقتي بتتجه باستراتيجيه انه يبدا يعمل تارجتنج او يتكلم مع العميل يبقى عنده بريفليج انه يحجز معاه بشكل مباشر مش من خلال وسيط، وده بقى اتجاه عالمي. فالنهارده بدا يدي للكاستمر شويه بريفليج، يقول له مثلا هتعمل ايرلي تشيكن، هتاخد ويلكم درينك، هتعمل فري واي فاي. فلازم يبقى في مميزات للعميل تمكنه من انه يحجز على الويب سايت ما يحجزش من خلال اي وسيله ثانيه. اخيرا استاذ عادل، واحنا عارفين طبعا انه حضرتك والشركه المنظمين لهذا الملتقى الاول للتحول الرقمي في القطاع الفندقي، التوصيات اللي بيخرج بيها هذا الملتقى علشان يكون عندنا اعتماد اكثر على التكنولوجيا بالفعل في قطاع السياحه لدعم السياحه بشكل عام في الفتره القادمه؟ اهم التوصيات فكره الديجيتال كونتنت او المحتوى الرقمي. المحتوى الرقمي للفنادق بشكل كبير محتاج اعاده صياغه. في فنادق كتير قوي عندنا الويب سايت عندها بانجلش بس، احنا بنتعامل مع جنسيات مختلفه محتاجين يبقى عندنا لغات متعدده زي الالماني والروسي والايطالي والمحتوى بشكل عام. الحته الثانيه حته البيمنت او الدفع والتحصيل الالكتروني. الحته الثالثه ان انا يبقى عندي وسيله ان انا امونيتور اسعاري واشوف اسعاري على الطرق المختلفه، وان انا اعمل نوع من التسويق بشكل مباشر عشان ازود حجم المبيعات على الموقع الرسمي للفندق بشكل مباشر. ابرز التحديات استاذ عادل يعني ان احنا يكون عندنا بجد اعتماد على التكنولوجيا بشكل اكبر؟
أنا شايف إنه أكبر تحدي عندنا هي توجه الناس المسؤولة عن القطاع. إحنا محتاجين شوية نتغير، محتاجين الناس دلوقتي بدأت تدرك إن الأونلاين بدأ يبقى فرصة كبيرة جداً، وبدأوا يحسوا بالفيدباك، بدأ يبقى في ROI للإنفستمنت اللي هم بيعملوها. بس إحنا محتاجين ندي تركيز أكتر، محتاجين نعلي مستوى الجودة في خدماتنا، محتاجين نركز على التجربة السياحية، محتاجين نهتم بأن الناس تتكلم كويس عن الديستنيشن. طبعا بعيدا عن فكرة أنه التعليم ومعاملة السائح والحاجات التانية، بس أنا بتكلم عن وعي سياحي طبعا. ففي قصة واسعة جدا. بس يعني أولا أنا بشكر حضراتكم على وجودكم معنا النهاردة وأن أنتم شرفتونا. شكرا لحضرتك طبعا على الاستضافة وعلى تنظيم المنطقة. شرفتونا وإن شاء الله أنا متأكد أنه في الوقت اللي جاي هيبقى فيه تطور كبير في الخدمات دي، وأنه الفنادق هتبتدي تستخدم الآليات دي عشان تطور وتزود مستوى الخدمة وتقلل التكاليف بتاعتها وتزود الإنتاجية وتزود الأرباح. أكيد إن شاء الله. أستاذ عادل عبد المسيح خبير تكنولوجيا المعلومات في قطاع السياحة، شرفتنا. شكرا جزيلا. نشكركم أيضا مشاهدينا على المتابعة، ومستمرين معاكم في المجلة السياحية، لقاءات خاصة بنتكلم فيها عن دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم قطاع السياحة. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي المجلة السياحية، وبنتكلم عن دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في دعم وتنمية قطاع السياحة على هامش الملتقى الأول للتحول الرقمي في القطاع الفندقي هوتل تك، بمشاركة شركات عالمية متخصصة في إدارة الأنظمة الإلكترونية. بنرحب بضيفنا دلوقتي دكتور محمد ماهر، استشاري تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا في المجلة السياحية. دكتور محمد، يعني بنسمع كتير عن تطبيقات تكنولوجية مختلفة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إزاي كل ما يتعلق بتكنولوجيا بهذا الشكل بنقدر نعتمد عليه كمان في قطاع السياحة لدعم وتنمية قطاع السياحة؟ في حاجات التحول الرقمي أو في مناطق التحول الرقمي في قطاع السياحة عندنا في 2 أسبكتس كبار، وخصوصا كمان في المراحل اللي حصلت في السنة الأخيرة في قطاع نتيجة التضاؤل مصاريف الريسورسز في العالم، كل الناس بتدور على الأوبتمايزيشن أو ترشيد نفقات البيزنس عامة. فالآي أو تي إنترنت الأشياء بتدخل في كثير من السيناريوهات اللي موجودة عندنا في قطاع السياحة، منها مثلا أكبر المشاكل هي مشاكل ترشيد كفاءة الطاقة أو استخدام الطاقة بالنسبة للعملاء لتأثيرها المباشر على تكاليف الاستضافة لل في برضو في توضيب الرحلات بتاعتنا، توضيب مصاريف صيانة الأجهزة والغرف، كل ده في ناحية الأوبريشن أوبتمايزيشن أو ترشيد كفاءة العمليات الأوبريشن في داخل المنظومة السياحية. ده من أكتر الحاجات المطلوب التعامل معها دلوقتي، واللي ابتدت تتح لنا كم مهول من الداتا، والـ AI بيخش في تحسين طريقة تشغيل هذه الأدوات. دكتور محمد، كمان فكرة أنه تقليل النفقات أو تغيير شكل النفقات في الاستثمار الفندقي عن طريق التكنولوجيا والتحول الرقمي. تمام. القصة اللي احنا بنتكلم فيها من الأمثلة المباشرة اللي احنا أصلا يعني شغالها هنا في مصر، هذه أمثلة بسيطة، يعني في ناس عندها أي منشأة فندقية عندها باك بون أو باك يارد بتشتغل فيها من أدوات كهربية كتير، يعني من أول الكونسومشن بتاع الفنادق لحد استهلاك التكييف لحد استهلاك الغلايات اللي موجودة لأدوات أي حاجة موجودة في الباك أوبريشن. الحاجات دي كلها هيفي يوسج للكهرباء، تستخدم الكهرباء بشكل عنيف. إزاي نأوبتمايز ده؟ إزاي نحدد سيزوناليتيز معينة؟ إزاي نحدد شيفت نشغل الصبح ولا بالليل؟ إزاي نقدم خدمات لأنواع معينة من السيجمنتس من السياح؟ كل الكلام ده كله دلوقتي بقى يدار بأدوات الذكاء الصناعي، ان احنا نقعد نسحب الداتا دي ازاي، وازاي نعمل لها موديلنج، وازاي نروح مظبطين ازاي نوفر اكبر كم. الكوست اوبتمايزيشن دلوقتي هو العامل الاهم في السنتين اللي احنا فيهم دلوقتي، دي التحولات كلها حوالين الاقتصاد العالمي اللي موجود.